نتكلموا على اللعاب اللي قلت اليوم كانوا يلعبوا في الخارج علاش ما يبانوش؟ اعطيني الاسماوات. شوف هما جينيرالمون لي ديفونسور باش تكون في الطوب لازم تكون باسكو ديفونسور لازم تكون هارب عليهم باش تبان سيرتو كي تكون اترونجي تبان. تياغو سيلفا في بي اس جي بارسا تجري موراه كاع يجيو باسكو سيد يلعب باليس في البي اس جي هكذا. حبيت تقول ما عندهمش مستوى. اسمح لي اسمح لي راني جايك. ناخذوا اللاعبين كي كانوا في مستوى الجزائر السابق انت قلت هكذا. ناخذوا برك ليكيب فلان التاريخ تاعها وباين هكذا. ناخذوا من بعدها تاخذ الالماس حصل الالماس ربي يشفيها راه مريض ربي يشفيها. هذاك خرج الخارج كان يدير العجائب. بطروني تاع مولود الجزائر ميلون كانوا يجروا عليه موراه ميلون اسي يلعبوا هنا و72 لينوغيراسيون تاع ستاد سان جوي دار فيهم العجائب ولاو يحلوا فيه باش يديوه. تاخذ داميروش الناس اللي جون ما يعرفوش فنان سيت ماجيسيان دي فوتبول. تاخذ كلام افونسون كان من جاتي وخليه عيطه. تاخذ سيريدي كاين بزاف اللي كانوا عرام لو كان خرجوا يديروا العجائب. هادو اللي ما خرجوش وليكزومبل تاع فلا خرجوا فهمت. من بعد هادو لما يلعبوا انا بور موا في الخارج سيدي جوار موا باسكو علاه. ناخذك ميتال تاخذ الحسن بار اكزومبل كان يلعب في الفالونس واش كان يدير في فالونس؟ احسن في خطافي كان في خطافي كان في خطافي باردون في خطافي يقول لي واش كان خطافي كيف فريق ضعيف فريق ضعيف ماشي ريال بارسا الاتليتيكو مدريد. قال واحد الوقت فالونس كانت فور فاغولي اللي موجود في ما كان والو دوكا فاغولي فاغولي راهو يبوجي في فالونس حاكم الكولوار دروا كومام في بوجي او يتحرك راهو يسونطري يدافع او يدير المجهود تاعو بصح تاخذ الاحسن ما كان والو تما واش داير تاخذ يبدا وريهم لي اعطيني جوار بجوار سيرتو لي ميليتي لا ديفونس يعني باختصار تاع سانتيتيان هذاك او مليح في سانتيتيان. حبيت تقولي باختصار بانه اللاعبين مستواهم ضعيف ما عندهمش مستوى كبير اللي يقدروا يحترفوا به. انا نعرف حاجه واحده 1 بلس 1 ايغال 2 اللي يلعب في ميلان لازم يكون باباه كي يدخل ما كي يدخل لابريس تجي ليه قال هذا دحلب كي كان بي اس جي سيتي لوي لو بي اس جي كانوا 10000 سبيكتاتور يدخلوا على جال دحلب سا سي تكون باباها في ليكيب مي تاخذ تلعب في ميلان وانت يا رون بلاصو على العام تدخل طون زون طون وتقول لي علاش ما يبانوش بيان سور ما يبانوش راهو ضعيف اسكو يحقروك لتما ما يحقروكش مام يا سيدي يحقروك بصح كي يعطيك لاشون تدخل خلاص ما ينجموش يخرجوك. احنا هادي اللي ما حبوش يامنوا بالحق. انا جي لامبرسيون انا خطرت نقصر مع وليدي نقول يقول لي يسقسيني هكذا نقول له والله غير كاين دوكا اعطي لهم الكذب يامنوا به والحق ما يامنوش به نقول لهم اعطيهم الكذب ولينا هكذا تحبوا لا تكره هذا هو الحقيقة. ما جار عبد الغني يسألك ويقول ما سبب عدم وجود تعاقدات كبيرة للاعبي الخضر رغم تألقهم في المونديال؟ شفنا البداية بحليش راح القطر وهل سنشهد هجرة جماعية لدول الخليج مثل ما حدث سنة 2010؟ وهذا لو يثبت كلام عليه ما فيش اهتمام أوروبي للاعبين تاعنا خلاص ما يا با فوتو يا با فوتو. احنا نقام دائما والله شو بكل صراحة أنا حزنان لأن كنت حاب اللاعبين تاعنا يلعبوا في الأندية كبيرة ويكونوا العالم الجزائري في أوروبا وفي الأندية الكبيرة ولكن للأسف ما فيش اهتمام للأندية الكبيرة للاعبين تاعنا. احنا دائما في الجرائد نشوفوا هذا رايح إسبانيا لبرشلونة هذا رايح للريح من دار دائما نقراوا وفي الأخير نسمعوا رايح لقطر. يعني اللاعبين تاعنا il mérite mieux une coupe du monde 2014 surtout le match contre l'Allemagne je pense que les clubs voulaient de Rome ce serait vraiment une grosse récompense pour les joueurs تاعنا mais بصح يروحوا يلعبوا في الخليج وهما يعني لاعبين العالم كاس العالم هذا انا شخصيا يحزنني بكل صراحه. تساقى شفنا غير المدرب اللي راح للخارج ما عدا المدرب ولا واحد لا لك فيه لاعبين ربما راح يتنقلوا في الايام القادمه لربما لفرق اخرى في حديث عن بالك مش قطر بالك الامارات لا 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 احنا نتمناو. انا شوف ماذا بيا نشوف ان جوار تاعنا في ليكيب ناسيونال يلعب تيتولار ويلوكيب اون بلاس امبورتونت اونفير لي ميديا سون كلوب يلعب في ناخذوا غير بي اس جي ولا يلعب في ليون ولا يلعب في ميم باغ ماشي خطافي يا سيدي لا اتليتيكو دو مدريد ولا بالون. ماذا بينا احنا كونترا نفرحوا كي تروح اسبانيا يقول لك عندنا تاعكم وكذا
مداب لينا بصح هو وريونا. بن شيخ نزيدو نرجعوك شويه للخلف 82، سؤال ليك، هل لو كان عندكم مدرب اجنبي كبير كنتوا قادرين تعملوا دوره احسن؟ والله العظيم شوف انايا ما نحبش نقيس العاطفه تاع المدربين تاعنا، بكل احترام لهم كي محي الدين كي مخلوفي، مالغري انا ضريت ونقصت بزاف بزاف باسكو نكوب دي مون سي با تو لي جور، مي ما نحبش نقيس العاطفه تاعهم. انا جو نقولها ديبلوماتيكمون، نقولها ديفيرامون. ماذا بيا لو كان في الجروب هذا يا في ان ستاف معاهم واحد ثلاثه اجنبيين ولا زوج اجنبي سورتو تان جروب باش يخدموا. علاش؟ باسكو الجيريان رانا نشوفوا فيها كاين بزاف اللي يشوف العاطفه، يشوف بتات لا ريجيون، مي كي يكونوا اجنبيين مع المدربين تاعنا مع محي الدين والاخر، بتات واحد كيجي ينسى وروحه يجي ميل هكذا يقول له حبس، لا كاين فلان هذا اللي ميور كو فلان، هذايا يميريت هذا البوست يلعب تيتولا، الاخر ما يميريتيش يميريت روبلاسون. فهمني واش حبيت نقول؟ تنقص بزاف حوايج، و بوتيت لي ترونجي كان ما يجيوش يبوسيوه. وحنا كل حال انا بكل احترام ومحي الدين وحبيبي وصديقي الاب، واللي جاز جاز وما كاش اللي ما يغلطش في الدنيا. صحيح. مجر سؤال لك، قال لك هل تثق في قدره المنتخب الوطني على اكمال هذه المسيره والمواصله بهذا النسق والتاهل الى كاس افريقيا واحراز كاس افريقيا في المغرب؟ اعتقد شوف حتى في تصفيات كاس افريقيا المنتخب الجزائري قادر يفوت بكل سهوله، يعني المجموعه اللي موجوده معاه مجموعه متواضعه، المالي عندنا الاثيوبي وفيه فريق اخر او منتخب اخر سيتاهل من التصفيات، ننتظر ان شاء الله من سيكون المنتخب الرابع. شوف كاس افريقيا انا قلت ما راحش تكون سهله، كاس افريقيا ما راح تكون سهله، راح نتاهل، ممكن نتاهل نتأهل، ولكن النهائيات تكون صعبة جدا، لأن النهائيات ستكون في المغرب، المغرب بلد المنظم يعمل كل مجهوده لكي كأس إفريقيا تبقى في المغرب، وهذه تعرفوا الريفاليتي بين الجزائر والمغرب، المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. يا ليجيبت كي فا روفينيغ أون فورس، ليجيبت ما تنساش، عندنا أيضا المنتخب التونسي، المنتخب التونسي أيضا فهو في المغرب راح يعمل كل مجهوده لكي يتأهل للنهائيات، هذوما تكلمت عليهم، وما ننساش وتعرفنا على المنتخبات الإفريقية في كأس العالم هدية، شفنا مستوى المنتخب الغاني، شفنا مستوى الكوت ديفوار، شفنا مستوى الكامرون ومستوى أيضا نيجيريا، يعني راح تكون منافسة كبيرة جدا، كبيرة جدا، يعني نشوف كيف راح يكون يعني وضع المنتخبنا وكيف راح يظهر منتخبنا في هذه الكاس الافريقيه ان شاء الله. وبن شيخ نزيد نرجعك، يطرحوا عليك اسئله تتعلق بالزمن الجميل، قالوا لك نسمع كثيرا عن بيع وشراء المباريات، بيع وشراء المباريات، لقاء مخدوم، ماتش مخدوم، هل كانت عندكم ثاني هذه الاشياء قديما وربما كش ما تحكي لنا كاش حادثه ولا صارت؟ لا احنا ما كانش عندنا هذه بيع وشراء لماتش، ديجا ما كانوش دراهم باش تشري بالريح، ما كانوش دراهم. احنا واش تخلص بريما 15000 15000 بريما، ايكيب ناسيونال رحنا لمدريد شفت شهر قبل لا كوب دي موند رحنا للخيخون، هاني شافي في الايروبور الله يرحمه ولا مات بريزدونت فيديراسيون الله يعلم مات الله يعلم ان شاء الله ولا في الحياه ربي يطولوا في عمره، عطانا شفت 5000 بيزيطاس في الايروبور تاع الاخر، واش جيب ميم با ساندويتش؟ الو كنا مهم يطلعوا لنا ريستورون ناكلو باش تشري لي ماتش، ما كانش لي باش تشري ماتش. نهار فير لا فان كونت ربما كاين الكومبي شوف لو كلوب كيما حدث بين المانيا وهنا، لا لا ما كانش لي كومبي. شوف انا نقول لك بكل صراحه ما نكذبش نقول غير الحق، الكذب حرام. هذاك الوقت قال با مال دو كلوب كي فير لا فان على باله بلي ما يلعب لا التيتر على الحبطه، لي تيتولار يوليو يبقاو تروا ماتش يوليو ما يجيوش يقولوا ما يجيوش يروحوا فاكونس البحر اللي الاخرين يلعبوا او الكلب تاتر هذاك يسلك، مي ما كاش درام باش يخلصها باش ما كاش نو نو. وحنايا واش قال هو واش قالوا لي جينا نسمعوا البيع وشراء، قال لك نسمعوا كثيرا البيع وشراء، هذا هو المشكل بوان دانتيروغاسيون، هم يسمعوا كاع في الجرايد وكذا، لكن لا توجد ادله لحد الان، واحد ما قدر يشخص هذه الظاهره. صح قرينا في الجرايد فلان ياكوزي فلان، صحيح فيه اتهامات متبادله، وكيف كي انا دوكاتك نتهمك في الجرايد ولا انت تتهمني، فوك نروحوا للعداله، نقعدوا غير كيما صرنا عاطي وبرك نروحوا للعداله.
هذا هو المشكل حنا، مشكل نخليوه هكذاك ويتملي هكذا. على ذكر مصر، سؤال رابح ماجر من احمد من مصر، قال لك هل قديما الشحنه هذه بين الجزائر ومصر كانت اكبر ام الان هي صارت الشحنه اكبر؟ شوف للاسف احنا دائما لما تكون مباراه الجزائر ومصر دائما نعطوها طبق خاص ونبداو يسخنوا في الماتش وكيفاش هذا. انا والله بكل صراحه انا ما نحبش نوصل لهذا الشيء هذايا، ما نحبش نوصل، وفي الاخير تبقى الى مباراه كره قدم. يعني شوف نسخنوا الجماهير والشعوب والمسؤولين وصا اكوز دي ماتش اكوز دي ماتش كما صار دينامو مع المنتخب المصري. انا ما نحبش الامور هذه، ما نحبش الامور. لكن وقتاش كانت الشحنه اكبر؟ قديما او الان؟ لا هي شوف مش مساله كانت الشحنه، مش شوف يين ريفاليتي، يين ريفاليتي بين المنتخب المصري والمنتخب الجزائري، يعني منتخبات على المستوى الكبير كل واحد يحب يفوز على الاخر، هذا شيء طبيعي، ولكن بعض الاحيان نعطوا لها اهميه اكثر مما تستحق نقولوا عليها. في الاخير نشعلوا النار ونديروا هكذا ونديروا، في الاخير تبقى مباراه كره قدم، اللي فاز شكرا مع السلامه. ومن بعد واش يديروا؟ شغل يدخلوا الكرهه ما بين الشعوب، مش وقت المنتخبات، ما بين الشعوب. احنا في الاخير احنا مصر الحمد لله احنا علاقتنا مليحه مع مصر، مش من اليوم، في وقت الحرب هذيك احنا وقفنا مع المصريين. صحيح. ولكن ما نحبوش مباراه كره القدم ادينا المشاكل مع هذا، علاش انا المسك؟ سي غراتويت وسا، وكاين الناس اللي يستفادوا من هذا الشيء هذايا. صحيح. للاسف للاسف. صحيح. مشاهدينا الافاضل سنواصل هذا النقاش الشيق مع النجمين الكبيرين رابح ماجر وعلي بن شيخ، لكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذا الجزء الثاني والاخير من برنامج في المونديال. سؤال لك بن شيخ، هل يستطيع غوركوف تحقيق ما حققه الي لوزيتش، وهل سيعتمد على اللاعبين المحليين في رايك؟ ما نظنش يعتمد على اللاعبين المحليين، بريميرمون لي جوار اكتويال ما كاش، وبور فير دو لا فورماسيون يفو بوكو دو طون، دونك يكمل يعطيو له باسكو هو ما يجي يعطي بروبوزي له لا ليست دي جوار هابليك يعطيوها له سير البلاطو، وهو يعطيو له هاد لي جوار تاع الخارج ويكمل بهم، يصافا كونتيني كوم سا، هو يكمل بركا ويسير والامور راهي تمشي وخلاص. وهل تعتقد انه قادر يحقق الاشياء اللي حققها لوزيتش؟ كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. هذه سي بروفون كل شيء ممكن. ماجر، هل التغيير الان ربما يزعزع الاستقرار تاع الفريق الوطني، هل لازم يدعم او ما لازمش يدعم؟ لازم يحتفظ بال لا هو ما عندوش الوقت، ما عندوش الوقت، لو كان يحب يغير سياسته ويجيب لاعبين اخرين ما عندوش وقت، لان بعد سنه عنده كاس افريقيا، لهذا يخلي نفس اللاعبين وممكن يجيب بعض اللاعبين بور فورسي ليكيب، مي بصح لو ساتور تقعد هي ما يكونش عنده الوقت، لو كان يحب يغير راح يتحرى عليه ساسي كلار. لهذا لا اعتقد ان المدرب غيركوف راح يغير، لان شاف اللاعبين دو كوا يسون كاباب، ودابور كان في البرازيل، كان في البرازيل شاف، راح يبقى مع اللاعبين هذوما، يعمل مباراة الودية معهم، يعمل تربصات معهم، ويروح كاس افريقيا. يعني لا اعتقد باسكو ميم لو كان يحب يغير، ميم لو كان يحب يغير ما ينجمش يغير. والاعتماد على اللاعبين المحليين غني حياهم راسك، باسكو الاعتماد تبقى دائما على اللاعبين الموجودين في الخارج، لان هذه مو سياسة اي مدرب يجي، اي مدرب يجي يبقى دائما بنفس السياسة، لان ماشي السياسة تاعو اول وقبل كل شيء، هي سياسه الاتحاديه. يعني سياسه الاتحاديه نجيب الا اللاعبين اللي موجودين في الخارج، وايضا المدربين اللي موجودين في الخارج، يعني اي سون تران دو مارجيناليزي تو سكي لوكال اون الجيري، اي سا سي لا فيريتي. مام تو لو ستاف، وي تو لو ستاف، جوست تو ستاف تكنيك، قال لك مام طبيب مام كذا، الخارج
انا راني نقول لك صح، انا جو سوي جو مو ريفولت. واش رانا في وين رانا عايشين؟ حنا دي الجزائر ما عندناش طبيب، حنا ما عندناش حنا سوانيور، ما عندناش كيني. لا يا الناس، يفودريك الناس تفطن شويه. او طبيب ما عندناش، لازم يجي من فرنسا يا سيدي. جيبوا لنا طبيب ماشي جزائري، جيبوا لنا طبيب من البرازيل. علام فرنسا، جيبوا لنا طبيب من البرازيل، جيبوا لنا طبيب من الارجنتين. اخيك عندهم هما كان دي ميدزا، علاه تجيبوه لنا من فرنسا؟ لا يا كيلك شوز كي نفا با هنا. الطبيب ما عندناش حنا، كيني ما عندناش. لا لا زيد قالنا مام كارد ماتيريال اللي يجيب لي زيكيب، مواقع ولا من تما مش عارف، انت تعرفهم ولا مش عارف. لا 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 انا سوي فريمون تريس في هاد الحوايج. انا سوي تريس. لكن ربما يقول لك بان هذه الاشياء هي اللي جابت الاحترافيه للمنتخب الوطني. ما تجيبش من الاحترافيه، ما كان حتى احترافيه يا محمد، ما كان حتى احترافيه. الطبيب كي تجيبه من الاحترافي يا طبيب يقراوا كتاب واحد، واش الطبيب واش سولمون الفرنسي اللي يجي يدي دراهم وما يديهمش لالجيريا، هذا هو المشكل. هلا ما يديهمش ان دكتور تاعنا، اي بورتون اللي تري كومبيتون. كان دي ميدسان، عندنا دي ميدسان كومبيتون، كيني عندنا دي كيني كومبيتون، هلا تجيبهم فرنسا؟ انا نحب نفهم هذا، ما كان التاتر مانيش نفهم با كومبري. الشيخ احد الاسئله يقول لكم انتم جيل 82 اختفيتوا وتسناوا يعني الفرص هكذا وتظهروا في الاستوديوهات باش تبداوا تنتقدوا فقط، وبعد يعني بعد المسيره تاعكم هذيك طيله العشر سنوات ما زلناش شفناكم، ما قدمتوش ولا شيء للكره الجزائريه، كيف ترد على الناس؟ انا نقول لك ما حبوش نكونوا على لا تيت دو فوتبول ناسيونال. شكون هما هذو اللي ما حبوش؟ لي كلوب بريميرمون، لي كلوب لوجيكمون. لو كان رانا في الدنيا متحضره كما يلزم الحال، كيف انت تلعب جينيراسيون اللي كنا احنا وخدمنا احنا مع لي زونترينور مدربين تاع الصح ولعبوا نيفو بروفيسيونال اون اوروب، تعلمنا معاهم كوميم شويه، صحيح تحككنا معاهم، لعبنا لا بريباراسيون باك اللي درناها في سان جوي جيفنتوس ريال مدريد باير، لعبنا مع كاع لي غرون كلوب تاع العالم. تعلمنا يا سيدي شويه، يا سيدي انا تعلمنا غير شويه. ومن بعد واش يديروا؟ كيما يديروا كاع البلدان. قالك عنده ولا ما تعرفش، نديروا فورماسيون دونترينور. بصح كي نجيو حنا نحكموا لي كلوب داروها بارتو، كاع العالم ما يدير فيها كاع، وقيلا مام البيروم يديروا فيها يا ابن عمي، كاع راهم يديروا. علاش حنا ما يقولكش حنا ما حبينا؟ حنا حبينا. لماذا؟ لكن لماذا؟ هل هي مصالح شخصيه ربما؟ لا ما يحبوش. سي كوم سا، سي اون كولتور اللي لحقت هكذا. قال شكون؟ ماجر. هو ماجر ما نعطيولوش، بابا عنده اسم ولعب يغمنا، وحنا خاطئ، حنا باسكو حنا اون فو ترافايي اونيتمون. تربح دورو بعرقك، ما تربحوش بصفات اخرى. لكن شفنا لاعبين من جيل 82 راهم يشتغلوا في الاتحاديه ويشتغلوا في الكره الجزائريه وراهم يقولوا كل شيء راه لاباس. راهم يشتغلوا مام في ملف لوبي جي، راهم برك عندنا. قول لي في الاتحاديه واش كاين في الاتحاديه؟ كاين حر عبد القادر حاطين له بوست ان انترناسيونال اللي ميريت بلوس كو سا. صح زيد. في تصفوت كان فيه بلومي عطوا له المنتخب الثاني. كان تصفوت وبلومي زيد. في قريشي مساعد مدرب. قريشي ربما ما نجبش الاسماء وتخلينا صح. وراهم حنا اللي انا اللي بطروني اللي سالمي اللي كلام اللي تاع النهد كاناتيك تاع القبه، وراهم هادو رانا خطو غير اللي لعبوا في ليكيب ناسيونال بوندون كدا. وراهم ما كاين حتى واحد. كاين طريق تمشي فيها الله يبارك، ولا تحوس بين شخصيتك انت ما تحكمش، تنحى قاري غير ما تجيش. هل صحيح هذا الكلام؟ هل صحيح هذا الكلام؟ يعني هاد الناس لازم تمشي معاهم، لازم تقول لهم دائما نعم. هل فايدا لوزيتش الان حضرتني ما قلته، قال لهم انا لست خروف ولن اقول دائما نعم؟ سي لافيليتي، الحقيقه سي لافيليتي. وعليه شو يقول؟ ماروش ينتقد اي واحد، وحنا كنا نتكلموا ماناش ننتقدوا اي واحد، حنا نتكلموا الحقائق اللي عشناها، حنا عشنا هاد الحقائق. وما تنساش انا الشيء اللي يوجعني، ها مازال الالم عندي لما نسمع بعض من الناس في الاتحاديه يقولوا ما عندناش في الجزائر. كي تقول انت كمسؤول تقول ما عندناش لاعبين في الجزائر، سا فيدير سي اون انسولت بور لا جونيس الجيريان، شتيمه، سي اون هوميلياسيون. كيفاش ما عندناش لاعبين؟ ما ينساوش بلي المنتخب الوطني الحالي راهو يلعب بنجمه واحده، وهي اللي جابوها اللاعبين المحليين في كاس افريقيا 90. النجمه الوحيده اللي يلعب فيها المنتخب الوطني الجزائري. كيفاش انت تقول الجزائر ما تكون لاعبين كبار؟ قول
وحنا نحترمه. قولوا باللي احنا سياستنا الاتحاديه ما نعملوش ثقه في اللاعبين المحليين ولا المدربين المحليين، ماذا بينا نجيبوا كلش من هنا. هذه اوكي، هذه دبر راسك نتايا، راكم انتم مسؤولين، دبر راسكم ما دام موجودين هنا. خلاص بروفيتي الماكسيموم دو تيت اللي عندكم، دابا راسكم واش تحب. بصح ما تقولوش ما عندناش لاعبين وما عندناش مدربين، والجزائر ما راهش تكون لاعبين كبار يعني من 13 سنه وهما المارجيناليز تو سكي لوكال. 13 سنه سي بوكو، سي بوكو. مثلو باش تعاود تولي سياسه كما اللي كنا في سنوات الثمانينات، يعني الاعتماد على اللاعبين المحليين وتكوينهم وتعطي لهم يعني طريقه مليحه والمدربين، سافا فو بروندر اونكور 10 اون اونكور 10 سنين واحد اخرين للاسف، مي سي كوم سا. لكن بالشيخ لما نتحدث عن المدربين المحليين، ما عدا ربما كرمالي اللي فاز بكاس افريقيا 1990، ما شفناش مدربين محليين في اعلى مستوى اللي قادوا الفريق الوطني الى انجازات. يا سلام، ما تشوفهمش، احكموش. تشوف انت اللي ماجينار رايح، ما احكموش. كيفاش تشوفهم؟ ما كاش، وري لي اللي يحكم، وري لي يعطيني اسم. كاين مهداوي، كاين سعدان، كاين لا لا كاين بن شيخه. لا 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 لا، سامح لي سامح لي، دوكا ما نخلطوش. كل واحد في بلاصتو. اللي لعب لو نيفو في الجزائر تكلمنا عليه من 62 حتى للتسعينات جبدهم بالاسماوات. كان اللي ما لعبوش فوتبال، لعبوا زوج دقائق يقول لك لعبت. لعبش. اللي لعب في الفريق الوطني وضرب 15 سنه في ليكيب ناسيونال، هذاك هضر لي عليه. انا تقول لي لعب زوج سوايع في ليكيب ناسيونال في الكلاب تاعو، وتقول لي هذا مدرب ولا لا لا، سيتي لي في سيرتان، ما نطيح من قيمه حتى واحد. بصح انا هضر معايا اللي لعبوا بالون، احنا كوسكام يهضروا علينا احنا، يقعد في الكونتيست تاعنا اللي لعبنا احنا. جبت لي واحده فرقاني فرقاني مثلا، عطاو له مسك الفريق الوطني ما عملش نتائج، وهذا زوج ثلاثه ما حكموا فوتبول ما نجحوش. يعني انت يا بن شيخ بيناتنا، يعني الان يبقاو يعني يكل في كل مره يمدوا الواحد، لازم واحد من 82. كل مره يا محمد ما تمدش لكل مره واحد، ما شهنا صداقه. تمدش البالون الفوتبول ريفيون فوتبالور. اي بن عمي، دوك نخالفوا العالم ولا نخالفوا العالم؟ لازم نديو سي فوا لا كوب دي مون، نديوها اكثر من البرازيل نكارتيوها عندنا، وين نخالفوا العالم؟ ما نخالفوش العالم. الفوتبول ريفيون فوتبالور. تاخذ في اوروبا يا دي زونترينور تسيبو في كلوب ما نجحش ينحيوه يروح للجهه واحد اخرى، فهمني؟ يروح سافي با دير عيان ولا ما نجحش هنا ولا الطريقه تاعو ما تعجبش ينحيوه بتات ينجح في جهه اخرى. بصح لي زونترينور يقعدوا لي مام سي لي فوتبالور. نشوف نتحد مع اي واحد، وري لي كلوب ولا ايكيب ناسيونال ما فيهاش فوتبالور في العالم. كل تقريبا كل المنتخبات، ماشي تقريبا، كلهم تصيب واحد ولا زوج اكسبسيون في العالم. كان في فرنسا جيراروي، بصح جيراروي انا قريت عليه بدا من الليسي وهو مدرب في الفوتبول ويقرا فوتبول، هو طالع حكم لتحت وضع سوفرا باش الحق. بصح العالم كاع انسيان فوتبولور. احنا يقول لك فلان حكم وما نجحش، هذا كلام شارع، هذا حكم فلان والشارع. اما احنا قالنا نقول له والمسؤول قالنا اللي يحكم قالنا ما نجحش لازم يروح. اي مسؤول؟ ولا في الرياضه كاين مسؤولين وما يروحوش، ما نجحوش ولا ما يروحوش. صحيح، يهضروا غير على ان ولا دو جوار. وكان كاين حوايج، كاين دوكا نجعلوا لانفيرس. مصطفى كان مليح مع الفيدراليا، اخوه ما حب يقعد. كاين ناس هكذا، كاين ناس هكذا. هذا هو البروبليم، بروبليم دو بيرسوناليتي. انا نجي كانسيان جوار، نجي نخدم تعطيني قيمتي نخدم، ولا نجي نتلحس، هذه غير قعد غير تقعد 100 سنه ما نجيكش. لو كان ناكل الكسره والبن ما نجيكش. هذه يعني شخصيه انسان، انا هكذا مديور. نزيد نزيد ربما لهذا انت مهمش بن شيخ، ربما لهذا الاسباب، لانك ما تقولش نعم لكل شيء. ربما ما نقولش، انا ما نقولش نعم. انا يا وصاوني والدي ما تكذبش ما تسرقش. تنجم تغلط في حياتك، مي ما تكذبش وما تسرقش وما تقبلش الدل. قال لك منا اعز الدل فيدله الله. اللي يحب الدل يدله ربي سبحانه. ما ندلش، مانيش نطلب، مانيش ماناش جيعانين نوحو. قال نو، الخبز ما يقطعه لك حتى واحد، ربي سبحانه يعطيك خبزتك. مي باش ندل روحي. الجزائريه ما تستفادش من نجوم كبار مثل ماجار ما نخدموش. بلو غراف بلو غراف بلو غراف. لي زونسيان جوار ما همش ميم با او نيفو دي جون،
ماهوش ميم با او نيفو دي جون. لكن انتم ايضا ما فرضتوش نفوسكم، علاش ما كونتوش جمعيه؟ علاش ما درتوش جبهه مضاده؟ ايام الغدوه اي واحد يقول لك روح افتح جمعيه ولا يعطيو لك الاخر، ما يعطيولكش. واش من جمعيه يعطيولكش؟ ودوكا حنا نوليو الجمعيه، مي هادي حتى لوجيك. كيف حنايا الفوتبالور كاع لي جينيراسيون كالكو سوا اللي يخدم الفوق يخدم، بصح لتحت او نيفو دي جون سي لي فوتبالور يا محمد خويا، باش الناس تفهم. هاد لي جون تفهم، ان جون فوتبالور ما يعرفش يدير ان كونترول، يوري له هذاك بستيلو كما قال الماس واحد تيري كورنر بستيلو، ما يعرفش. لازم توري له الولاد تحكمه وتقول له هاو الكونترول، هاو تشوفوا لي دي بالون، ارمي لي بالون، ترخف الكوت بي تاعك بالعقل، يولي شغل لي بونج يحبس. كي يحبس البالون من بعد ماشي تقول له وليدي هاشت، لا لا ارواح وليدي، هاو كيفاش دير رجلك، هاو كيفاش ديرها، هاو الوليدي دير خطر يولي امنك. باباه يقول له دير هكذا ما يمنوش يملك تاع خاطرش راك توري له بروف لابوي. مي اللي ما لعبش فوتبال فاهمني كيفاش يقول له للجان بالهضره، يقول له بصح الولد ان با بوزوان دونتوندر الكلام، لا بوزوان دو جيست على لابوي. هذا هو اللي الناس هاربين علينا ويقعدوا هاربين عليه ومازال يزدوا هاربين طونك ما توليش الحقائق البلاصتها. كلام منطقي من بن شيخ. مجال لو نعود للدوري المحلي، فيه سؤال من امين يقول لكم ما هي الخطوات اللي لازم نتابعوها من اجل اعاده البريق للبطوله الوطنيه الجزائريه، من اجل ان تستعيد هذه البطوله قواها؟ شفنا بطوله يعني ما كاش لقاءات قويه، ما كاش لاعبين، لا تجيب لاعبين، بطوله ضعيفه. هي شوف الرد على هالأسئلة هذه ترجع للمدربين الأندية ورؤساء الأندية. يعني هما لا ريبونس و سي اون فو دير واسمو لا سوليسيون راهي في يدهم. لازم الاهتمام بالشباب، لا فورماسيون، باسكو لا فورماسيون سو في دون لي كلوب، إل سو في با ا لا فيديراسيون. إل سو في دون لي كلوب. مشروع الاحتراف هل نستطيع نقول بأنه فشل؟ لا ما نقولش فشل، ولكن يطلب سنوات وسنوات. لان الان حاليا فيه الاتحاديه اللي راهي مستكلفه الا بالفريق الوطني الاول، ولي كلوب ليفري او ميم يديروا واش لازم عليهم، واش يجيبوا. نساو ايزون بتي بو اوبليي لا فورماسيون دي جون، تكوين اللاعبين الشباب، يجيبوا اللاعبين الافارقه والمدربين من هيه. يعني فيه شويه خلاط، ما فيش اهتمام، ما فيش اهتمام. لهذا كل واحد يحوس النتيجه. انا نجيب دو ولا تخوا جوار افريكان باش نربح الدوري وباش نروح نلعب لا تشامبيونز ليغ افريكان. يعني ما يقولكش انا راني نكون عندي واحد خمسه ولا ست لاعبين راني نكون فيهم دون 4-5 اني راح يكونوا هما في الفريق الاول. يعني ما فيش. وايضا وهذوما اللي يقول لك انا يوم الايام خلاص جابوني للفريق الاول، ان شاء الله يوم الايام راح نروح للفريق الاول، الفريق الوطني الاول. ولكن ما فيش تفكير هكذا، ما فيش تفكير. شاكان اي ليفري ا لومام. لهذا لازم يكون عامل، لازم يكون الشباب لتحت يطلعوا يتكونوا للانديه، والانديه تعطيهم للمنتخب الجزائري. هذا هو العمل الاحترافي. ولكن لو يروح هنا مسكين يستاغني هنا في الكلوب ومن بعد يترمى، كل ما دار والو هذاك الجان هذاك. والمبالغ الماليه اللي انا اشوفها تصرف في البطوله الوطنيه، اجور اللاعبين، لو نحسب مثلا بادنى الاجور نشوفوا كل فريق ربما يصرف 2 ملايير شهريا. بكل صراحه محمد هذه الاسئله هذه على الاموال الكبيره اللي تصرف دان كوتي خمجت شويه الكره الجزائريه. خمجت الكره للاسف، الا بوغي ان بو الفوتبول الجزائريه، باسكو دوك الناس الانديه حتى واحد ما يحب يخسر. وايضا يعني للاسف مره على مره نشوفوا بعض المباريات، تشوف الحكام كيفاش يعني باسكو سون كوم يقول لك سون انستروي بار تيليفون اتونسيون لازم الفريق هذا يربح. هذا الشيء ما لازمش يكون. الاحتراف ماشي هكذا. الاحتراف لازم الاحترام. الاحتراف هو الاحترام. انت كمسؤول تحترم هذا النادي وتحترم هذا النادي، وما تضربش هذا بهذا. والحكم لما يروح يحكم اي مباراه انا ورا نعس لو نشوف عندي ان سوبسون دو 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 من الحكم باللي عطى الماتش هكذا ولا الى ان تي بو ميل لهذا ولا هذا، انا نجوز الكونسي ديسيبلين. لا انا ندافع على الانديه كمسؤول، لكن للاسف الامور ماهيش تمشي كما لازم. بن شيخ سؤال ليك، هل انت مع تسقيف الاجور ام راك تشوف بلي كاين لاعبين يستاهلوا يخلصوا مثلا حتى 400 مليون او 300 مليون في الشهر؟ انا الجوار الله بصحته لاعب يعطيو له حتى 2 مليار بار موا.
لكن اللي يستحقهم اللي يستحقهم دوك شوف في هذا الشيء لو صاير انا نقول يستحقهم اي بيسك هكذا يكملوا هكذا وخلاص خلاص ولينا خلاص صراحه نقول واحد الكلمه وما نزيدش نقولها على كل حال مي بون انا اللي يهمني باش ما ندخلوش في تفاصيل باسكو القلب يوجع باسكو احنا صح نحبوا الجزائر نحبوها صح ماشي تاع هذوك اللي طوطو اصبعت ما تحبوا الجزائر هو مليها شوف يخرب لها ياكلها قاعدتك كون يلقى لا اسكو البروفيسيوناليزم دي كلوب كاين ما كاش صح ثانيا دراهم شكون لو يمد لهم لي كلوب هم لي بوان امبورطون شكون لو يمد لي كلوب دراهم كل فريق وكيف كاين اللي عنده صناعيين معاه كاين اللي ربما يتكل مازال يتكل على الدوله انه تموله كل فريق كيفاش لا ولايه تمد سبونسور هادو هما لا ليطا تمد سي ليطا هادو ميم لو سبونسور تاخذ هادو لكن في الاحتراف على الاقل كل فريق لازم يعتمد على نفسه في تمويل نفسه هذا هو الاحتراف انك تصبح يعني مؤسسه يعني جايك اين هو الاحتراف وانت مازالك تعتمد على اموال الدوله حتى الدوله هي تمد الدراهم لي كلوب وانت تقول لي بروفيسيونيل ومن بعد يولي بصعود جيب واحد من لافريك كاين خطرات انا جا سي واحد ما يعرفش كاع يلعب فوتبال جيب برك شبيك راهي دعوة اسكت برك ماشي هذا بروفيسيوناليزم الكلوب هو السبونسور هو يجري موراه مور الكلوب ماشي الكلوب اللي يجري مور سبونسور وسي الفو ماتر سي سا سيت كلوب بروفيسيونال والاخرين لا هذا هو البروفيسيوناليزم تنجموا كاع تكونوا في مستوى اللي هو عندكم لي سبون عندكم من تجيبوا دراهم وي اللي تمد لكم كاع دراهم ومن بعد انتم صرفوا هكذا نيمبورت كي بي جيري نيمبورت كي بي جيري هذا ماهوش رجل في الاخير اي اون بليس سامع لي تفضل لو سبونسور علاه اللي سي ليطا سبونسور كي مد دراهم ديدوي دامبو دونك سي توجور ليطا ايوا البروفيسيوناليزم هنا ويبقى السؤال مطروح حول مشروع الاحتراف ماجر في الاخير هل من حل سحري؟ الحل السحري ما كانش حل سحري ما اعتقد لازم تكون بون بوليتيك فوتباليستيك عندنا لازم نرجعوا شويه الاهتمام للاعبين تاعنا والشباب تاعنا لان شاب يبدا 13 سنه ها يبدا يلعب فوتبول ويتمنى يكون لاعب كبير يعني يقول لك انا بديت الكره في 10 سنوات ولا 8 سنوات ان شاء الله يوم من الايام لازم نكون كما بن شيخ كما بن لومي كما عصاد كما يحب يكون حتى يوصل للانديه النادي ديالو ومن بعد يوم من الايام يلعب في الفريق الوطني هذا هو لو سوي دو تو لي جوار الجيريان لازم نرجعوا للسياسه تاعنا اللي كانت سنوات الثمانينات لازم المنتخب الوطني الجزائري يرجع للجزائر ونخلو باب مفتوح من اللاعبين هم اولادنا اللي يلعبوا في الخارج نخلوه باب مفتوح ولكن افضل لاعبين احسن لاعبين ليعطوا الاضافه للمنتخب الوطني الجزائري ونكونوا الاثنين منتخب مستقبلي هذا هو لي يحل ان شاء الله مشاكل الكره الجزائريه وايضا ان بون بوليتيك اونيفو دي كلوب اوسي اخر كلمه عليك بن شيخ توجهها للمشاهدين انا بكل صراحه نتمنى بتات انجور جو سي با لازم تغيير راديكال جذري كيما تقول تغيير جذري او نيفو فيديراسيون تغيير باسكو يلفو اون ديسيزيون بوليتيك من الفوق جي قال لازم نعاود تحيه الجزائر في الكره ومام في لي زوتر سبور الاتليتيزم ماناش نشوفو الهوندبول كان غير جي اس بي بولو ديال تاعنا هي اللي وراهم ماناش نشوفوا احنا مادا بنا تعاود هاد الشيء يحيا وهاد الشيء باش يحيا بتحب ولا ما تحبش انا نقولها ومن كارهها لازم منا دراري يخرجوا منا خاطرش الاخرين اللي كاين ليها راهم في لي كلوب ليها راهم يتفورماو ليها عندهم لي موايون كور ميو كنو مي تغيير منا ولازم يولي الاحلام هذاك يصرى كاع كنا دراري صغار نلعبوا في الحومات ونتمناو كنا هذاك الوقت تشوفوا الالماس صومي وسالمي كاع نتمناو نلحقوا لهذوك والحمد لله لحقنا ما نقولوش خير منهم ولا عر منهم مي لحقنا درك تي كان جون ما شكيتش مام الحلم هذايا الا با دوبجيكتيف باسكو انا نقول لك حاجه انا شفت دراري في المولود يا برك ومام لي اونيفو دي كلوب اللي لعبنا ضدهم والله العظيم والله انا في العواشر غير تشوف دراري غير طايرين في الفوتبول العام اللي فات دينا دراري صغار نختموها بهذه ديناهم المارسي صغار لي كولت فوتبول مارسي لعبنا معاهم
في فرنسا التاول تاعهم جاوب لي زيكوبوت قطع في التاول تاعها الدراري صغار تاعنا حكمهم داروهم سينما تكنيكمون فور عليهم بصح كي يبدا يكبر يبدا يكبر هذا تاع الهاوي بيرسي وهذا مسكينه وهنا حبس هاو السنه ريح هاو جا الاخر ملها هاو جا المعرفه ملها هاو جا شحاوش يخدم بابك عيب حرام هادشي اقسم بالله غير حرام هادشي حتى ما نودعوش المشاهدين بهذه الكلمات من شيخ واش يغلبك شويه رمضان انا والله ما يغلبني رمضان والله العظيم تعرف على انا نوض بكري انا ما نصومش على كرشي اللي يصوم على كرشي هو اللي يغلبه يقول لك قهوه وكار هذا كاع ما كاش منه وكاين شويه تراويح شويه عباده كاين دوك انتم مالك حبستونا الذنوب عليكم على كل حال مي والله والو غير وطياب نورمال كيما الفطار كيما الاخر شويه زياده في الخبز باسكو نحبوا نفنوا شويه في الخبز مي سينو كيف كيف اللي نقول لك حاجه اللي ما يصومش على كرشو يحمد شوف تحب تصوم مليح نوض شويه بكري روح قضي وين ما كاش الغاشي جامي تقضي وين كاين بزاف الغاشي صح لي جا انت وانا كامل يحبوا يرقدوا في الصباح وينوضوا العشيه ها اللي يرقد راح ليه الترعه راح ليه الترعه خليه يكمل يرقد قطول تصافي ما جرى ما هي الماكولات ربما اللي تحب تاكلها في رمضان او في غير رمضان كيفاش تقضي يومياتك ايضا في رمضان لا نحب دائما نخرج نقضي عندي كما يقول لك لي بيسي دا كوتي الخضار اللي قدام الدار البولونجي نحبط لو ساندي نشوف يعني حتى حاجه ما تغير فيها كي تروح تقضي عاملوك معامله خاصه يخيروا لك شويه ما جارك يشوفوك لا سي بلي سي بلي ولكن الحمد لله يعني ماشي من الناس هذوك اللي نبعث الناس يروحوا يشروا لي ولا او كونترير حتى حاجه ما تبدلت فيها كما قلت لك نروح نشوف نقضي عند لي بيسي نروح عند الخضار نروح عند البوشي نروح واش راكم لاباس كل واحد فيش يهضر واش رابح كيفاش في الفوتبول كيفاش وقتاش ترجع لنا وقتاش تعرف الناس كل واحد فيش يهضر صافي توجور بليزير صافي توجور بليزير والماكولات اللي تحبها الماكولات عاديه نحن نحب الماكله تاع رمضان انا شوربه منا شويه بورك منا يا شويه سفيريه منا قهوه قاطو قلب اللوز لا وانا نحب بزاف الاسبوع رمضان في الجزائر خصوصا على بالي كنت لاعب منذ سنوات وسنوات ما نجوزوش انا نجوزو في الخارج وين كنا وين نكون ولكن هاد لي 3 ديرنيير زاني راني نجوزو في الجزائر يا سيتي نوبيونس اكسترافورمينير رمضان باش يسبنك روح كي تقضي روح كارتي بوبيلار نكذب عليك احياء الشعبيه الشعبيه راح باب الواد القصبه جماله وتقضي تيجا الرخص وتخير وحنا صح وين نروحوا الشيخ يهبلوك شويه في برا بلي بتي بو وكذا كي يعرفوا لا ما 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 ماشي معروف احنا بلي بتي بو هذه كل واحد يحبوا بون ما يهمش احنا لي بليز امبورتون واش يقولوا لك واش يقولوا لك الناس لا يهضروا لنا انا واش يقولوا لك طلع المولوديه على ليكيب ناسيونال الجيري قريب كاع مولوديه دونك يسقسيوني على المولوديه واش هذا العام واش كيفاش كل واحد كيفاش نعطيو له كارو وحنا موالفين بهذاك الشيء والفاكهه يعطيو لك غير لا يتهلاو فينا وتدخل في لومبيوس هذيك وتروح من بعد تريح بيان وانا بدوري مشاهدي الكرام تشرفت باستضافه النجمين الكبيرين رابح ماجر وعلي بن شيخ قضيت معهم اوقاتا جميله وممتعه هم شخصان رائعان بعيدا عن الكاميرا دائما تكون فيها شويه قسره شويه قبل التسجيل اشكركم كثيرا مشاهدينا الكرام على حسن انتباهكم ومتابعتكم حصه في المونديال انتهت لان المونديال انتهى ان شاء الله سنلقاكم قريبا مع برنامج جديد السلام عليكم